كده ضربت معلم يا حاج. مفيش حد بعد كده هيفتح عينه فينا، ولا الناس بتوع مكتب المكافحه هيقدروا يقاوموا ناحيتنا. سمعتنا ما شاء الله بقت زي الفل. نعمه ربنا الحمد لله. انا اصلا غلبت مع العالم دي. انا قلت لهم على يدك يجي الف مره. بطلوا شغل البيع القطاعي ده في الحي، نظفوه ما سموش كلام. قلت اضرب ضربتي واخلص منهم. والحمد لله هم نظفوه ولموا الوحش. هي الناس دي كانت فاكره ايه؟ هتفضل حاميهم طول العمر؟ مفيش حكومه. انا مش كاني دلوقتي يا ابو رعي غير ان الزفت اللي اسمه حنفي ده نفد منها. نفد منها ازاي يا حاج؟ ده خدوا منه بضاعه بحوالي 200,000 جنيه. احسن. الله يخرب بيته. ده لا جدعنه ولا شؤوميه ولا مرجله ولا حاجه خالص. كل اللي فالح فيه انه بيجري ورا النسوان. ايه ده؟ ده الرجاله بدأوا يوصلوا. يلا بينا نشوف الحكايه. يلا بينا حاج. يا رجاله انا قلت نقعد مع بعض النهارده لان العمليه بقت خطر قوي. واللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت ده هو لكش، ولسه ياما هنشوف. انما احنا في الاول ولا في الاخر عيله واحده ومصلحه واحده. دلوقتي ما بقاش على لسان اي حد في البلد غير انا رايح البطليه، انا لسه جايب بضاعه من البطليه. فسمعتنا عند البوليس بقت وحشه قوي، وده اللي هيج الوزير نفسه والبوليس علينا دلوقتي. الله. طب وبعدين يا حاج هنعمل ايه؟ والله يا معلم انا رايي ان كل واحد يشوف له تجاره يدار وراها ويشتغل. ماشي، بس دورنا شوي. ما كلامي باين يا معلم. يعني يفتح له محل خدواتي، محل هدوم، اللي حتى فيكو عايز يفتح مغلق خشب انا ما عنديش مانع، بس يفتحوا بعيد شويه وانا مستعد امونه. كلامك كله ماشي، بس هتبيع لمين يا حاج اذا كانوا البوليس حتى التجار الصغيرين بتوع القطاعي في دماغه وخلص عليهم في الحي؟ يعني يا معلم مطاوع، هم تجار القطاعي دول هم اللي كنتوا عايشين عليهم؟ يا عم تجاره القطاعي ما هي في كل حته في البلد، في بين السرايات وفي الشرابيه وفي زينهم، في اي مكان وفي البلاد كمان. المهم دلوقتي وانا بقول لكم كلكم اهو، اللي عايز يشتغل في القطاعي ده يشتغلوا بعيد عن البطنيه عشان البوليس كمان يبعد عننا. انا سامع يا حاج ما تاخذنيش ان الحكومه هتعمل نقطه بوليس في الحي، صحيح الكلام ده؟ يا معلم ولا نقطه بوليس ولا بتاع، هم بكتيره هيعملوا كشك خشب كده يحطوا فيه مكتب يقعدوا عليه امين شرطه ومعاه عسكري، عشان ما فيش جنس بني ادم يستجري بيع عيني عينك بعد كده. الله، يعني خلاص البوليس هيحطنا في دماغه؟ ما يحط، ما احنا كمان حاطينهم في دماغنا. ما هي بقت عامله دلوقتي زي لعبه القط والفار، شد وانا شد لغايه ما نشوف مين هيتعب ويسلم الاول. المهم يا رجاله انا عايزكم بقى ضروري تفضوا البطليه من الحشيش خالص. اللي لسه ليه اي مخازن او بضاعه في الحي يطلعها بره. استبينا يا رجاله؟